عن راكيتيتش صانع الالعاب بامتياز يمر ويعدي والهجمه ليفيكا اونيتش كرواتيا بالاساس يساريه لاونيتش يوسع جول 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 فعلا المنتخب الكرواتي فعلا المنتخب الكرواتي يساريه اونيتش يساريه اونيتش يا سلام والمنتخب الكرواتي منتخب الكروات منتخب هذه الاوقات مارتشيلو بالنيران الصديقه مارتشيلو بنيران اونيتش يكتوي جوليو سيزار بيساريه مارتشيلو في قلب ساو باولو يعذب كرواتيا منتخب السيرساو شر تعذيب منتخب عنيد منتخب عتيد الليلة عنده أجمل عيد صمت رهيب يخيم على مدرجات لارينا دي ساو باولو أجمل علامة كرة الكرنفال برجم الأبطال السيرساو بنيمار الغدار يرجع بليتيكوزا يعاين الأضرار كل الأضرار فرحة كبيرة انفجار في مدرجات أرينا دي ساو باولو شوف 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 جماهير تبكي تغني نيمار يعطي التهاني ثالث سيناريو في المباراة مشاهدينا الكرام الصافرة اليابانية تعطي ضربة جزاء لفريد هدف لمينانزي نعم نعم الحارس لروستوف الروسي انا اقول على يسر الحارس الروسي يمشي نيمار يتقدم يتقدم يسدد نيمار جول 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 نيمار نيمار اجمل مشوار اجمل مشوار كرة كوبا كابانا بكل الكرنفال كرة كوبا كابانا عندها نجوم الابطال في السنة جماهير الكاريوكا جماهير العشق الكروي رغم المحاولة بالتصدي من بليتيكوزا لكنه لم يوفق ويأتي هدف ثاني لسكولاري أجمل كرة مودريتش في الدقيقة 86 نلعب الوقت بدل الضايع مشاهدينا الكرام جول أوسكار 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 في نهاية المشوار أوسكار في العادة هذه كرة باريسيتش من الحارس جوليو سيزار تصدي والعلى الدول يأتي العقاب في أصعب الأوقات 3-1 مشاهدينا الكرام 3-1 البرازيل أمام كرواتيا نهاية الأحلام لمنتخب كرواتيا يمينية السلام لأوسكار